ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لرويترز يوم الثلاثاء أن المغرب انتهى من بناء جدار رملي في منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة في الصحراء المغربية بعد انسحاب جبهة البوليساريو من اتفاقنا لوقف إطلاق النار. وأكد العثماني في مقابلة مع رويترز أن المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار، وقال إنه لم يكن هناك سوى مناوشات واشتباكات متفرقة في الأيام الماضية مع تنامي المخاوف من عودة اشتعال الصراع المجمد منذ فترة طويلة. وتقول جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إنها قصفت مرارا المواقع المغربية على الجدار الرملي الذي شيدته الرباط في الثمانينيات على امتداد الجزء الأكبر من الحدود التي تمتد لمئات الأميال عبر الصحراء المغربية. وقال العثماني إن الجدار امتد الآن إلى الحدود الموريتانية، وأضاف الهدف من الجدار الذي يصل إلى الحدود الموريتانية هو والتأمين النهائي لحركة مرور المدنيين والتجارة في طريق القرقارات الواصل بين المغرب وموريتانيا. ويقع معبر القرقارات في المنطقة العازلة تحت مراقبة الأمم المتحدة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991. وطنية وقضية دفاع عن سيادة المغرب ودفاع عن حقوقه ودفاع عن حدوده.